اشتركوا
زرع كتاب
Thank you.
ليه؟ عشان عندكم إصرار وعزيمة عشان توصلوا للهدف اللي أنتوا فيه دلوقتي. نمرة واحد، ومن خلال طبعا مبدأ الإدارة المختصة بنظام إنجازات التنمية الرياضية وقطاعات وزارة الشباب والرياضة كلها، ومن خلال المؤتمر ومن خلال المؤتمرين لنا الإدارة الأولمبية الحقيقية أنا بشكركم جدا على يلا يا شباب، يلا على بركة الله. أيمن نبدأ على بركة الله نبدأ.